برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب وحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انطلقت أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة القضية الفلسطينية، حيث طالبت موريتانيا بضرورة وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية. لما دعونا بحكم واجب الأخوة في الدم والإنسانية وبحكم الدين والتاريخ والجغرافيا إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإعادة المهجرين إلى بيوتهم وإلزام إسرائيل بالكف عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني ووقف عدوانها الظالم على قطاع غزة وفك الحصار عنه وفتح المجال أمام حد سياسي مستديم يضمن للشعب الفلسطيني حق للفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد المندوب الدائم الموريتاني لجامعة الدول العربية على خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة بأكملها. إننا إذ نستشعر الخطر الذي ينذر بعواقب ضخيمة على المنطقة بأسرها أمنيا واجتماعيا وسياسيا جراء صمت العالم تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي الذي يرى في هذا الصمت ضوءا أخضر للتصعيد والتمادي في الغي والعمه والطغيان والتطاول بجبروت ووحشية لا عهد للعالم بهما على الأطفال الجوعى والنساء الثكالى والشيوخ والمرضى والمعوزين دون الخوف من أي حسيب أو رقيب. من المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود التي سيتم مناقشتها إلى الدورة الوزارية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.